سلام الله عليكم إخوة الأخوات متتبعي قناة بوزيتيف غوت. فيديو جديد اليوم هي الأربعاء. كما كتشوفوا حالة الطقس جميل، درجة الحرارة الآن كاينة 17 درجة والساعة 8:30 صباحا. فهاد الفيديو غادي نحاول نجاوب على بعض الأسئلة، ولكن قبل ما ندخلوا في الفيديو، أنتم كتشوفوا هذا المنظر الجميل وهذا المتنفس اللي كاين هنا في تروا ريفيير قرب ما نهر سالوران. هذا النهر العظيم اللي كيسميوه هنا البحر، كاين الناس اللي كيسميوه البحر. علاش؟ لان واسع كثير وكيدخلوا فيه الباطوات، كيجيو من المحيط الاطلسي وكيدخلوا كيمشيو حتى حتى لموريال، كيجيبوا السلعه وهذا النهر هذا راه تيجي من نياغارا، يعني كيضرب مئات ومئات الكيلومترات، كل قطره ديال الماء فيه ضربه مئات ومئات الكيلومترات اللي ضربه. والناس اللي كيكونوا بعض المرات في المتنزه، انتم كتشوفوا مدينه تروا ريفيير، وهذا المسرح امفيتياتر ديال مدينه تروا ريفيير. ها هو كتشوفوا منظر جميل ومتنفس جميل. هذه كاينه بيست سيكلابل، هذه كيمشيو منها الدراجات، وكاينه تما كيمشيو الراجلين. وهنا متنفس للساكنه ديال مدينه تروا ريفيير. كما كتشوفوا الدنيا خاويه، وحتى ولو جيتي في لابريميدي كتلقى واحد 10 15 20 شخص هما اللي تيدوروا هنا، ما عندهمش داك الازدحام، ما عندهمش تتلقى راحه البال الصحيه ديال البدن ديالك وديال العقل ديالك. الناس اللي كانوا تيقولوا لي انه باغين مدينه فيها الرواج، يمكن لك تمشي للمدن الكبرى، وكتبان لهم مدينه تروا ريفيير ولا بعض المدن كانها مدن مهجوره. لا، ماشي مهجوره، الناس مقابلين شغالهم، كل عنده ما يدار. هذاك الفراغ هو اللي كيخلي الناس في الزناقي وفي القهاوي وفي ما كاين ما يدار. لا، هنا الناس مشغولين، كنشوفوا من البعد 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 كاين واحد الباطوره جاي، والضفه الاخرى هي بيكانكور. ولا مشينا لهنا غادي نلقاو غير الى من وراء البنايه هذه كاين الميناء، وكيبان لكم الجسر اللي كيدي لبيكانكور من الجهه الاخرى. والناس اللي كيجيو في الباطو كيدوزوا على مدينه تروا ريفيير، وكتبان لهم مدينه تروا ريفيير. علاش كتبينها بديك الطريقه؟ بان ملي كدوز في الباطو كتبان لك مدينه تروا ريفيير راها كبيره. هذا كان غير فيديو باش نوريكم هذا المتنزه ديال مدينه تروا ريفيير، وان شاء الله غادي ندخلوا في الفيديوهات ديالنا اللي غادي نجاوب فيهم على الاسئله. يلاه بقاو معايا ان شاء الله في الفيديو الثاني بحول الله.